هم بيقراوا كتابيه هم سلطانيه 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 سلطانيه. كلمت ربنا قلت له يا ربي في حاجات من اللي الانبياء بيقولوها انا مش مقتنعه بيها، مش نبي واحد، كلهم يعني. انه بس واجه ربنا يقول له يا نانسي تفضلي ونص. عزاني عم بحكي. انا قلتها مره من المرات ان انا مع ترخيص بيوت دعاره. قلتيها فين؟ في التلفزيون يعني. في التلفزيون لكن ما قلتيهاش سينمائيا. لا لا ما قلتهاش سينمائيا. ما هي سينمائيا بتطلع دايما، احنا عندنا نص افلامنا في الكباريهات. اتوقف بالفحص والدرس كثيرا على حكايه الحجاب الحاجز في الدرس الجاي في الحصه الجايه، وهل الحجاب الحاجز يعادله النقاب الحاجز؟ ممكن تتزوج من فتاه كان لها تجارب جنسيه مع حد، انت وانت عارف الموضوع، ممكن تكون مع صديقك او مع حد تاني، ممكن انت تتزوج منها بهذه الفتاه؟ اكيد. ليه بتبص لي كده؟ اكيد. ايه اللي بيلفوح حوالين وسط ده؟ هذا حزام ناسف. نقول لها معادي تعودها؟ لا يا شيخ خلاص ما بيه، بس يطلقني. وانا بزوجتي يا شيخ وما رايح اطلقها. اطلقها وانت ما تشوف الدرب. ضعي رقمك عند الاخوان ويصير خير ان شاء الله. اخيرا. بعدين حضره جنابه لابنك ليش ما راح خطف واحدة من دينه؟ لكان طلعتوا جماعه ما لكم امان يا بي. اشهدكم بالله، اشهدكم بالله يا اخوان على توبتي وتوبه النصوح من هذا العفن. هل توفيق اوالا فضل. هو بالنسبة للبيرة أنا عندي ليست حرام إلا القدر المسكر منه. أحب غير المسلم المسيحي، أي نعم أحب المسيحي، لا أكثر من هذا اليهودي، أنا أحب اليهودي. ميتته ميتة طبيعية فهو شهيد. طب ما هو ممكن يكون طالع بيسرق على المواسير. ما هو قلت لك هو مش شرط من ضمن الشروط. لا 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 أنه ليس على الحق. على الحق أيوة. يعني اذا واحد خارج للكره حق ولا باطل؟ مباح. مباح. واحد خارج لطلب الرزق مباح. واحده خارجه ترقص في لحظه رقصها ولا في لحظه خروجها؟ استنى يا مولانا، في لحظه خروجها، ما يمكن لحظه خروجها كانت ذاهبه الى من اجل تجيب لقمه عيش تاكلها. واضح. وهي نازله تجيب لقمه عيش ماتت بقت مرقصه. يعني الأخت الفضلة الأستاذة إلهام شاهين، أنت مواطنة عفيفة شريفة لك كل احترام وتقدير. طيب أنت بقى بتحب مين؟ من المغنيات مش من المغنين. مين بقى؟ من القديم صباح بحب أسمعها. من القديم صباح. من الجداد يانا يانا وغيره كام ده كلها. من الجداد سميرة سعيد وأنغام وشيرين. شيرين طبعا صوتها كويس عشان واحد مش صوت يعني. لا وشيرين لا ما فيش الجيل الاول مش باين صوتهم يعني. انا اصلا بيهمني طبقه الصوت يعني. انا يعني ميادة الحناوي طبقه صوتها بتعجبني جدا واصاله يعني طبقه الصوت انا يعني. السميع بيهمه مع الكلام طبقه الصوت في حروف معينه بتبان، مش اللدغه ولا اللي بت. طب طالما كنت تبوس بنتك عادي؟ لا تبوس عادي. تبوس ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه، والبوس حرام ولا ايه؟ ما تبوس عادي. محتاجين نسبه قري في التلفزيون شويه تكسر الكبت اللي موجود عند الناس. اذا اجت شقيقتك وقالت لك انا بحب شخص وبدي روح الليله مارس الجنس معه، ايوه بتقول لها ايه؟ قدام الناس انا عم بقول لك وانا رايح قدام الناس الجنس ده انا كل يوم بمارسه مع حد مختلف، وان انا كل لما احب حد او يعجبني حد اروح اعمل معاه. الى فتره هي وياه بتظهر معه صديقته وقلت لك انا اليوم رايح امارس الجنس. بمعنى ايه الصداقه؟ لا هو صداقه بنفس عادية. المعنى اللي انت مارست فيه الجنس مع البنتين الاخرتين. ما عنديش مال. ما عندكش مال. بس لعلمك في قناه بتجيب السكس في شكل دراما.
شكل فيلم بقى. طب انت ملمه بالموضوع. طبعا طبعا. طب اتفرجي. بجد بذمتك ما بدحتش ولا موقع ده. واحده تتجوز واحد بس بغرض ان هي تخلف، وبعد ما تخلف كل واحد بقى يروح لحاله، يعني نتطلق بمزاجنا او غصب عننا؟ لا، بمزاجنا، علشان احنا بنبقى متفقين ان حضرتك هتاخد مبلغ وهتحل عني. ممكن تروحي تلاقي متبرع، المتبرع ده بيبقى في بنوك، بتروحي تعملي عمليه التلقيح وبتخلفي وبتبقي ام وانت سنجل من غير ما حد يوجع دماغك. اما هنا في مجتمعاتنا العربيه طبعا لازم نحور المواضيع شويه. نحورها ازاي؟ نحورها كده زي فيلم بنشتري راجل او بشتري راجل بالظبط. مفيش حاجه في الدين اسمها حجاب المراه. ولما كل الناس تبقى عريانه ما فيش عيب. انا ليه ضد الحجاب؟ لانه ضد الاخلاق. تقول احترم الملحد الحقيقي. قلت لي ندمت على التغريده، قلت لا. ايش وجهه نظرك؟ العقل، تتكلم عن العقل. معالي وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، مساء الخير يا معالي الوزير. اهلا وسهلا استاذ اشرف، حضرتك وبالساده المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. انا عايزه بس اقول يعني الخبر الرائع اللي حضرتك بلغتيني بيه الحقيقه، وانا كنت في قمه السعاده، واعتقد كل الناس تبقى سعيده بهذا الامر. اخيرا ليست هناك ماده اسمها التربيه الدينيه الاسلاميه والمسيحيه، ولكن من العام القادم ستكون هناك ماده الاخلاق والقيم يتفرغ الازاهره ومعهم اساتذه من علم النفس واساتذه تربويين لصناعه فقه جديد. المناهج في الازهر الشريف تحتاج الى نسف. الراقصة لو خارجة من بيتها رايحة عملها وماتت في عملها، لو خارجة بالنية ان هي قصدها لجلب الرزق وماتت شهيدة. ما خافش اموت وانا لابسة بدلة الرأس، لان انا بعمل حاجة كل الدنيا شهيدة. ينبغي الرجوع الى الله، وجعل الذل والصغار على من خالف امره. قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا. ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. أهل العلم يصرخون ليل نهار: يا شعب أفيقوا، يا ناس، يا مسلمون أفيقوا، طوفان قادم. ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه، كما قال أبو بكر لعمر. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. فإنني أتمنى أن أموت واقفا وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة.